هذه الميليشيا مختبئة في دروع بشرية في غزة. هناك دعوات بالمدنيين أن يتركوا الأماكن التي تتواجد فيها حماس. حماس غزة دي اتنين طابقين، طابقين فوق الأرض ناس، وتحت الأرض كاملة عبارة عن مقاتلين حماس. مقاتلين حماس سنة 2021 إسرائيل قالت أنها دمرت 100 كيلو متر من الأنفاق. ردت حماس وقالت نحن بنينا 500 كيلو من الأنفاق. ماذا يعني 500 كيلو متر الأنفاق في مساحة كلها 650 كيلو 360 كيلو متر؟ معناها أن كل شبر في غزة تحته نفق، أن هناك مدينة كاملة يعيش فيها المسلحون يحتمون بالدروع البشرية وبأماكن تكدس المدنيين وبالمستشفيات وبالمدارس وبالصحافة، ومن تحت كل هذا مقاتلين يقتلون ويختبئون. فلا يوجد حل أساسا إلا على الأقل لو أنا واحد بفكر بالطريقة استراتيجية بعيدا كواحد محايد، لابد من تخفيض الكثافة السكانية في هذه المناطق إلى الحد الأدنى لكي تدخل وتضرب تحت الأرض. لا يمكن تضرب تحت الأرض وهناك بشر فوق الأرض، لابد من إخلاء البشر من فوق الأرض حتى لا يتعرضوا لأي أذى، ثم بعد ذلك تستفرد بالمسلحين الموجودين تحت الأرض. هذا هو الموضوع. طيب. أنا هو بيقول أن حماس إرهابية، بيقول دعني أوافق أن حماس إرهابية. طب منظمة إرهابية قامت بعملية إرهابية، ماذا ستفعل معها؟ أنك تبعت لها بوكيهات ورد؟ منظمة إرهابية واخدة مكان هوستج، واخدة رهينة، تعمل معها إيه؟ تقول للمدنيين سيبوا المكان ده عشان نضرب هذه المنظمة الإرهابية. هذا هو المنطقي في كل مكان. غزة دي مش المفروض فيها حكومة بتبقى مسؤولة عنها؟ حكومة غزة اللي هي حماس، المفروض انها حكومة مسؤولة عن شعبها، لا ترعى هذا الشعب. الأنروا وال 30-40 منظمة إنسانية في العالم هي اللي قاعدة في غزة تأكلهم وتشربهم وتعلمهم وتصرف عليهم صحيا وتعالجهم وتعمل كل حاجة. أما حماس فمتخصصة بس تاخد فلوس تصرفها على القادة بتاعها أو تعمل بها أسلحة. أدي اللي بتعمله حماس، رغم انها المفروض مسؤولة، المفروض تنفق على هؤلاء الناس. هذا ما بيحصلش. انت بتتكلم عن تنظيم ارهابي يساوي داعش، ربما زي داعش بالضبط. المدنيون في كل الحروب ضحايا. اسرائيل لو عاوزه تموت مليون من غزه تقدر تموتهم شويه، تموتهم سهل جدا، ومع هذا بتحذرهم مره واثنين وثلاثه. ليه؟ عارف ليه؟ لان اخطر حاجه في سمعه اسرائيل اللي عامله لها حساب اساسي هو المدنيين. هي عاملة حساب أكتر من حسابك أنت، أكتر من حسابات إيران. إيران عاوزها تقتل المدنيين، حماس عاوزة إسرائيل تقتل المدنيين، العرب عاوزين إن إسرائيل تقتل المدنيين عشان يولولوا ويصوتوا. إسرائيل مش عايزة تقتل المدنيين. للأسف الشديد المدنيين بيبقى ضحايا للحروب.